في فيديو النهارده هنتكلم على شخصيه مثيره جدا للجدل، وهو العالم المخترع الامريكي من اصول هنديه شيفا اياتوري، اللي يعتبر واحد من الناس اللي غيروا شكل التواصل الرقمي باختراع البريد الالكتروني. لكن هل فعلا شيفا هو مخترع البريد الالكتروني وايه قصته بالظبط؟ كل ده هتعرف عليه في الفيديو دوت، فما تنساش انك تعمل لايك وفولو ويلا بينا. شيفا اياتوري هو مهندس ومخترع وعالم من اصول هنديه، اتولد في بومبي في الهند سنه 1963، وهو معروف بادعائه انه اخترع البريد الالكتروني وهو عنده 14 سنه بس. شيفا اتكلم في الموضوع ده لاول مره في 2011 في مقال بمجله تايم، وكان بيقول انه اخترع النظام ده وقت ما كان شغال في جامعه نيوجيرسي الطبيه في البرنامج بتاعها الصيفي. في سنه 1978 شيفا طور نظام رقمي كان بيحاكي البريد الورقي التقليدي اللي بيستخدم في المؤسسات والاكاديميات. النظام ده كان فيه كل مكونات البريد اللي احنا عارفينه زي الصندوق الوارد والصادر والمرفقات وغيرهم. شيفا حصل على حقوق نشر النظام سنه 82، وده كان بدايه الجدل حواليه اذا كان هو فعلا اول واحد اخترع البريد الالكتروني ولا لا. رغم انجاز شيفا، في ناس كتير بتقول ان البريد الالكتروني كان موجود قبل كده بسنوات في اوائل الستينات، وكمان العالم رايت ومالينسون اللي استخدم علامه الات لتحديد عناوين البريد الالكتروني. ناس كتير شافت ان فكره البريد الالكتروني مش اختراع شخص واحد، بل هو ناتج عن تطور تقني عبر الزمن. شيفا معروف باختراع البريد الالكتروني، لكنه كان شخص مثير للجدل بسبب ارائه في مواضيع تانية، زي مثلا كان عنده مواقف قويه جدا ضد الاغذيه المعدله الوراثيه، وكمان بيقول انها بتهدد صحه الانسان والبيئه رغم ان معظم العلماء ما كانوش متفقين معاه. واثناء جائحه كورونا، شيفا كان من الناس اللي بيشككوا في الاجراءات اللي اتخذتها الحكومه لمواجهه الفيروس، وكان دايما بيقول ان الفيروس تم تصنيعه في المعامل، وكان بيعارض اللقاحات. وطبعا الكلام ده جاب له انتقادات كتير واتهموه بنشر معلومات مضلله. دي كانت قصه شيفا ايدادور، العالم اللي اثار جدل كبير حوالين اختراع البريد الالكتروني وارائه في مجالات مختلفه. لو عجبك الفيديو ما تنساش انك تعمل لايك وشير وسبسكرايب. اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.